شيرين يعني ايه اللي عايز يتغير فينا؟ احنا بقينا عناف جدا، وبقول احنا عشان يعني ما اخرجش نفسي او اخرجنا من القصه، هذا المجتمع اصبح عنيف جدا، متنمر جدا، شرس جدا، احنا ليه عناف كده على بعض؟ ينقصنا الرحمه. ما هي الرحمه بتبتدي من حاجات صغيره، لما تقطعي شجره، ولما تموتي حيوان، ولما تاذي بني ادم. بدون رحمه هيجي عنف، ما في حاجه لازم تيجي مكان حاجه. هي كده، شلتي الرحمه هيتحط مكانها حاجه تانيه، العنف.